وقال الإخبارية الدكتور نبيل كوشك عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أن التطور المتسارع في التقنية فتح المجال بشكل أوسع للمبدعين والمبتكرين. طبعا التطور المتسارع في التقنية فتح المجال بشكل أوسع للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في المملكة العربية السعودية. أيضا التحول الحاصل في المملكة العربية السعودية على كافة المجالات فتح الآن مجالات وأنشطة جديدة تركز عليها المملكة العربية السعودية، والخروج من الاقتصاد المبني على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع مستدام، فبالتالي المجالات الآن أصبحت متنوعة وجديدة، وتطور التقني المستمر بيفتح لنا مجالات مختلفة ومتجددة في هذا المجال، وهذا يأتي هنا نوع الاقتصاد المعرفي وأهميته، أنه اقتصاد يستثمر في العقول ويساهم في تنمية اقتصادية متجددة متنوعة مستدامة.